تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد لص إسرائيلي التقط صورة مع نتنياهو ثم سرق الجيش. موضوع السرقات في الجيش الإسرائيلي أحيانا بتكون طريفة ومضحكة. تكلمنا قبل كده عن واقعة حصلت إن فيه لصوص دخلوا في مكان عسكري متحفي وسرقوا دبابة وحطوا الدبابة فوق شاحنة وطلعوا بالشاحنة بالدبابة وباعوا الدبابة دي خردة، وفين وفين لما الجيش الإسرائيلي وصل لهم بعد كده بعد ما كانوا باعوا معظم أجزاء الدبابة خردة. وقلنا إن في مسؤولين إسرائيليين كتير بدأوا يتكلموا عن ضعف المحاسبة داخل الجيش الإسرائيلي، وإن حجم الانفلات والفساد داخل الجيش الإسرائيلي كبير للغاية. من الوقائع الجديدة في هذا الإطار واللي تبدو طريفة للغاية إن في لص إسرائيلي قدر إن هو يلبس لبس قوات النخبة في الشباك الإسرائيلي، وبعدين وصل إلى المكان اللي موجود فيه نتنياهو ووقف من المجموعة اللي حوالين نتنياهو من الجنود اللي حوالين نتنياهو وطلع في الصور هو واقف جنب نتنياهو. إنما ده مش جندي، ده سارق كل الحاجات، كل اللبس والمعدات اللي لابسها دي، لابس كل حاجة تمام بالكامل، لكن هو لص رايح يسرق لبس ملابس الجيش الإسرائيلي وقدر يوصل إلى المكان اللي فيه نتنياهو. شوف بقى حجم الاختراق وحجم الفساد اللي قدر يظهر من خلال هذا اللص اللي وصل إلى نتنياهو. اللص ده قدر بقى يسرق قنابل وذخائر مختلفة وأسلحة من الجيش ومن الشرطة في إسرائيل. وفين وفين لما تم إلقاء القبض عليه والمحامي بتاعه بيقول يا جماعة الراجل ده كان مسعف بيشتغل في عربية إسعاف وأنقذ كتير من الإسرائيليين في الجبهة، وبالتالي لو سمحتوا نفرج عنه. هذه القصة الطريفة جدا بتبين مدى الفساد والترهل والضعف وضعف المحاسبة داخل الجيش الإسرائيلي، بتبين لنا قد إيه إن التوحش الإسرائيلي في قتل المدنيين هو شيء مخزي للغاية، إنه في الداخل في حالة ترهل وحالة فساد. وقصة زي ما احنا شايفين اللي بيسرق دبابة واللي بيلبس لبس عسكري ويصل إلى نتنياهو نفسه، شايفين كل هذه الأخطاء اللي موجودة. لكن بيشوف بقى توحش وقوة في مواجهة الأطفال، الرضع، النساء، الشيوخ، المدنيين، هي دي قوة الجيش الإسرائيلي اللي باينة قدامنا في مواجهة الأبرياء. إنما الأداء في الداخل كل شوية بنلاقي إن في قصة بتبين مدى ضعف الأداء داخل الجيش الإسرائيلي. ملف آخر بيبان فيه الأداء الإسرائيلي ملف السجون. مفيش أي احترام للقانون في إسرائيل تجاه السجون اللي موجود فيها فلسطينيين. فالقصص اللي بتقولها مؤسسات الحقوقية عن الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين في سجون إسرائيل قصص للأسف الشديد غير موجودة في أي مكان في العالم. فبنلاقي أنه رغم أن القانون يمنع أن لما يتم الإفراج عن معتقلين أن هم يرجعوا تاني، لاسيما أن دول تم الإفراج عنهم في صفقة، في صفقة الإفراج عن دول مقابل دول. لما يتم الإفراج عن الفلسطينيين يتم اعتقالهم مرة أخرى من قبل الإسرائيليين، ويتم اعتقال ناس خلصوا المدة بتاعتهم، ويتم اعتقال ناس بلا أي سبب. أكثر من 5000 فلسطيني في الضفة تم اعتقالهم في أقل من 100 يوم أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة. جوه السجون بقى مش إنه مش موجود راديو أو تلفزيون أو مكتبة، لا، مش موجودة أبسط الأشياء، إن في رغيف أحياناً لعشر أشخاص، في وجبة لعشرة 12 شخص في اليوم، يعني وجبة واحدة في اليوم لعشرة أو 12 شخص قاعدين يأكلوا في وجبة فرد واحد. إنه كمان الزنازين في حالة حشر لهؤلاء المساجين أو هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين، إن يتم وضعهم في زنازين ضيقة للغاية
فتلاقي برضه بالعشرة والاتناشر في غرفة واحدة، مفيش مكان مش للنوم، مفيش مكان للقعاد. وبن غفير المتطرف كل شوية تعليماته أن يتم أكتر وأكتر عقاب المعتقلين داخل سجون إسرائيل، وأنه تم قتل بعضهم، في أكتر من 6 قتلوا في أول 30 أو 40 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة، إنما بعد كده في موت بطيء، إعدام بطيء نتيجة الجوع، نتيجة المرض، نتيجة مفيش أي خدمات. حتى لو معاك فلوس ما تشتريش من الكانتين أي أكل، فعملية تجويع بشكل غير مسبوق. الملابس طقم واحد، فهي محاولة للقتل البيولوجي أو القتل النفسي للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل. هذه الملفات لما نشوف بقى أداء إسرائيل، سواء أن هي بتقتل المدنيين، تقتل الأطفال، أو تتعامل كده مع معتقلين أبرياء خدوهم من الشوارع بأي حجة في الضفة الغربية ورموهم في سجون إسرائيل، بلاقي أن الخزي مضاعف والعار مضاعف والجريمة مضاعفة. لكن زي ما قلنا بنكرر دائما، مهما تبدو إسرائيل في حالة التوحش هذه، إلا أنه في عوامل ضعف توجد داخل إسرائيل، وإن التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية وصمود الفلسطينيين والمعارك القادمة فكريا بين المعسكر العلماني والمعسكر الديني، كل ده ليس في صالح إسرائيل، ليس في صالح إسرائيل إلا أمن الفلسطينيين. لا أمن لإسرائيل إلا بأمن الفلسطينيين. مش هيقعد الإسرائيليين في دولة آمنة إلا إذا عاد الفلسطينيين في دولة آمنة. وبالتالي أكثر طريق لهذا الأمر هو وقف الحرب، محاكمة المجرمين، وبالتالي الوصول إلى دولة فلسطينية. وبدون ذلك، بدون السلام الحقيقي القائم على العدل والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لن يشعر الإسرائيليون بالأمن، لأن الشعب الفلسطيني مصر على تحرير أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي. قلنا قبل كده أن موقف مصر منذ اللحظة الأولى في هذا العدوان الإجرامي الآثم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو موقف ينبع من القيم المصرية، المبادئ المصرية، ومن القانون الدولي والحقوق الفلسطينية. قال الرئيس السيسي أكثر من مرة أنه يجب الوقف المستدام لإطلاق النار وعدم العودة إلى الحرب مرة أخرى، وإنه لابد من التحقيق مع الذين أجرموا في هذه الحرب، وإنه لا لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين قسرا أو طوعا، وإنه لابد من السماح بدخول الإغاثة إلى داخل أراضي الفلسطينية. مصر قدمت مساعدات كبيرة جدا ولا تزال تقدم، والعالم أيضا يساعد في هذا الإطار، إنما إسرائيل حاولت على مدى أكثر من 100 يوم وأكثر من 24 ألف شهيد أن تمنع دخول المساعدات والإغاثات إلى الأراضي الفلسطينية. فالرئيس تحدث أنه لابد من وصول هذه المساعدات إلى الفلسطينيين، وفي نهاية المطاف لابد من إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية. وقال الرئيس يجب أن تكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. كل احتلال إلى زوال، والدولة الفلسطينية قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى. 2، موت الغرب أو نهاية أوروبا. في كتاب مهم لبات بوكانان، كتاب ده مترجم للغة العربية بعنوان موت الغرب، والكتاب بيشرح بيقول إنه قد إيه الغرب هيواجه مشكلة كبيرة جدا. وصف مجمل هذه المشكلة بموت الغرب، وهنا الموت مش المعنوي، ولكن يقصد فعلا الموت الحقيقي أو البيولوجي نتيجة قلة المواليد وكثرة الوفيات، وبالتالي في النهاية هيحصل اضمحلال إنساني في الغرب لا سيما في أوروبا. في هذا الكتاب بيقول إنه نهاية فكرة العائلة ونهاية فكرة الأسرة والإنجاب بالشكل الطبيعي المعتاد وتراجع عدد المواليد، كل ده
هيؤدي إلى أن الغرب يبدأ يضمحل من الناحية البيولوجية. الأمر الثاني أنه نهاية الدين، أنه الغرب بقى فيه جزء كبير جدا منه إلحادي، يعني المسيحية لم تعد قائمة في الغرب كما كانت. وطبقا للكتاب فإن الأرثوذكسية المسيحية في الشرق هزمت من قبل الماركسية، والكاثوليكية والبروتستانتية المسيحية في الغرب هزمت من قبل أفكار العلمانية المتطرفة منذ الثورة الفرنسية إلى جرامشي وغيرهم. وإن الغرب بدأ يهين المقدسات المسيحية، وإنه يسخر من الكتاب المقدس، وإنه يسخر أيضا من الطقوس الدينية المسيحية، وإن التدين في الغرب بقى مدعاة للسخرية والنظر بازدراء. وبالتالي فإن خسارة المسيحية في الغرب الكاثوليكية والبروتستانتية وخسارتها في الشرق الأرثوذكسية لاسيما في روسيا، كل ده أدى إلى إنه الطريق إلى موت الغرب. يبقى نهاية الأسرة أو تدهور قيم الأسرة، وكذلك نهاية المسيحية أو تدهور الإيمان المسيحي، الاتنين دول عوامل أساسيين في أفول الغرب وبالذات أوروبا كما نعرفها. انخفاض المواليد حضراتكم، اللي هو عدم رغبة الناس في إقامة أسر، ده موجود في بشكل كبير جدا في إيطاليا مثلا، فيها تراجع في السكان، اليونان، أسبانيا، روسيا، اليابان، ألمانيا، في دول كتير فيها تراجع في عدد السكان. خطورة دقيقة، قلنا قبل كده أن روسيا في كتاب بيقول أنها ممكن يكون أو ممكن يكون التحدي الكبير قدامها مش تحدي عسكري مع الناتو ولا اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وإنما تحدي متعلق ب تراجع عدد السكان في روسيا إلى 120 مليون من 142 مليون نسمة الآن. هذا الكتاب بيقول التراجع هيصل إلى 112 مليون، مش بس 120 مليون نسمة. وقلنا قبل كده إن في تفسير للتوسع الروسي في المنطقة، إن هدفه الرئيسي مش مواجهة الناتو وإنما ضم سكان روس جدد. أوروبا بقى نفسها، شوف القارة الأوروبية عدد سكانها كام؟ 700 مليون نسمة. ونركز في الأرقام، أوروبا عدد سكان أوروبا 700 مليون نسمة. إنما احنا قلنا اليونان وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا ودول كتير بيتراجع في عدد السكان. فدلوقتي عدد السكان كام؟ 700 مليون نسمة. طيب عدد السكان 2050 هيبقى كام؟ 600 مليون نسمة. يعني بعد ربع قرن فقط في 100 مليون نزولا في عدد سكان أوروبا، بدل ما هم 700 مليون الآن هيكونوا 2050 600 مليون نسمة. الأخطر بقى نهاية القرن، ونهاية القرن مش بعيدة، يعني مواليد دلوقتي هيكون عندهم 75 76 سنة 80 سنة، هيكونوا لسه في كتير عايشين في ذلك الوقت. أوروبا هيكون عدد سكانها قد إيه؟ هيكون 200 مليون نسمة. شوف الرقم الرهيب، رقم غير متخيل، من 700 مليون نسمة دلوقتي ل 600 مليون نسمة 2050 ل 200 مليون نسمة فقط سنة كام؟ سنة 2099 أو سنة 2100 نهاية القرن. شوف يصل العدد إلى 200 مليون فقط. ده في ظل بقى ايه؟ الهجرة من الجنوب للشمال، وبالتالي أوروبا البيضاء لن تكون بيضاء، لأن أوروبا البيضاء بتتآكل بيولوجيا، وبيزيد أعداد الملونين وأعداد القادمين من قارات أخرى. فإما إن أوروبا تستسلم لهذه الهجرة، وبالتالي أوروبا في القرن القادم الناس اللي هم حاليا أطفال وهيعيشوا مثلا 100 سنة هيشوفوا أوروبا وهي قارة غير بيضاء، إنما قارة فيها أقلية بيضاء. إذا موت الغرب لبات بوكانان هو المقصود به مش الموت الأخلاقي أو القيمي أو الثقافي، البعض بيقول كده، إنما بيقصد به الموت البيولوجي نتيجة تراجع سكان أوروبا من 700 مليون دلوقتي إلى 200 مليون في المستقبل،
في ظل هجرة كبيرة جدا للقارة الأوروبية. ويمكن ده بيبين لنا أن اليمين المتطرف في أوروبا اللي واقف ضد الهجرة وضد القادمين من الخارج عشان ده بيغير من هوية القارة، اليمين المتطرف اللي شايف ده دلوقتي هيعيش عشان يشوف بعد كده أن تراجع أكبر للسكان البيض في أوروبا وتحديات ديموغرافية كبيرة جدا، وزي ما قلنا الوصول بعدد السكان إلى هبوط يعادل 500 مليار أوروبي خارج الحياة من الآن إلى نهاية القرن 21. أوروبا في خطر، أو موت الغرب لبات بوكانان. وفاصل ونكمل. رواية الثور الأبيض، فولتير يكتب عن الملك أحمس. فولتير الفيلسوف والمفكر الكبير الذي ولد في جنيف عنده رواية اسمها الثور الأبيض، كتب عنها الكاتب الأستاذ إبراهيم العريس. هذه الرواية رواية وقعت أحداثها في مصر الفرعونية، ورغم أن في جدل بشأن نسبة الرواية إلى فولتير، إلا أن كل المؤرخين بيحسموا أن رواية الثور الأبيض ألفها فولتير في السنوات الأخيرة من حياته. الرواية دي طبعا بسيطة جدا، ما فيهاش أي تعقيدات فكرية أو فلسفية، ووقعت في مصر القديمة في العصر الفرعوني. والرواية بتبدأ من أنه في أميرة فرعونية بنت الفرعون، وهذه الأميرة بتحب شخص، والشخص ده هو نبوخذ نصر الملك. طبعا هو في خلط بقى بين أساطير وأفكار وتاريخ، حاجات كتيرة جدا حطها فولتير في هذه الرواية. المهم أن الأميرة الفرعونية بنت الفرعون بتحب نبوخذ نصر، لكن الوالد الملك الفرعون مش معجب بهذه القصة ومش عايز هذا الأمر ينتهي إلى زواج. وبالتالي بيأتي ساحر وبتعليماتنا الملك وبيسحر هذا الشخص اللي هو نبوخذ نصر وبيحوله إلى ثور أبيض. وبعدين الثور ده بينطلق، فيه ست قاعدة على النيل عندها مجموعة من الخرفان والثيران من بينها الثور الأبيض. الأميرة الفرعونية بتجري بقى في كل مكان تبحث عن هذا الحبيب الغائب، وبعدين بتفاجأ إن عندها معلومات إن في سيدة قاعدة على النيل وعندها خرفان وعندها أكتر من ثور، وبالتالي في ثور أبيض هناك، في شك إن يكون هو الحبيب السابق لهذه الأميرة الفرعونية. بتروح وبعدين بتفاجأ إن هذا الثور الأبيض هو الحبيب السابق الذي تم مسخه من قبل الساحر وتحويله إلى ثور أبيض. بتلجأ إلى الحكيم لإنقاذها، بيتم إعادة هذا الثور إلى وضعه، بينما يتم محاولة وضعه لمحاولة تحويل وضع البشري من جديد. الملك بيعرف، بيزعل جدا جدا، وبالتالي بيصدر أمر إن ما تحولهوش مرة أخرى للطبيعة البشرية. لكن الحكيم بيقول أنا أعلنت هذا الثور ثور مقدس أبيس، وبالتالي يستحيل أنه الملك يعمل ده، بالعكس يقدر يعبد هذا الثور الأبيض أبيس. وبيرجع للحالة البشرية، تزوجه الأميرة الفرعونية. تبدو القصة أكثر من بسيطة، والبعض ممكن يراها قصة ساذجة، والبعض بيقول إزاي فولتير يكتب قصة ما فيهاش عمق كبير جدا. لكن القصة للي قروها هي قصة يعني ممتعة بشكل عام، مش معقدة، مش فلسفية، مش مستوى فولتير، إنما قصة مسلية فيها خلط بين الدين وبين التاريخ وبين الأسطورة وبين أفكار وخيالات فولتير. هذه الرواية تستحق القراءة، الثور الأبيض عن مصر الفرعونية، وقصة حب جرت فيها في عهد الملك أحمس، والرواية للفيلسوف الأوروبي الكبير فولتير. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.